لا يمكن أن يكون هنالك حوار بدون الهيكلة، لأن الترسانة العسكرية ستتظل في أيدي أولاد علي صالح، وبذلك سيؤدي ذلك إلى تكلفة كبيرة للشعب منها إراقة الدماء مجددا. فلذلك لا بد من الحوار من الهيكلة قبل أي حوار. قالت بأنه سوف يتم الحوار مع الشباب، والشباب لا يريد حوار قبل هيكلة الجيش وقبل رحيل بقايا العائلة عائلة النظام وتحقيق أهداف الثورة. نرفض الحوار ما دام قبل هيكلة الجيش قبل إزالة الفاسدين من مناصبهم. حضرة الأستاذ حوري مشهور رئيسة لجنة الحوار الوطني إلى الساحة، ومن ثم كان الوقت غير مهيأ لنزولها أو حتى الكلام ورأي الشباب بالحوار، فمما أدى إلى سخط كثير من شباب الثورة، حيث أن رأيهم يقولون أنه لا حوار قبل تحقيق أهداف الثورة وأهمها هيكلة الجيش واستقلال القضاء حتى تهيأ أرضية مناسبة للحوار. حورية مشكور جاءت من أجل التنسيق مع شباب الثورة، ويخافون بأن يكون هناك قد تحاور معهم أو قد وصلت إلى حل، فلذلك يريدوا يغلقوا هذا الباب تماما حتى تكون صادقة قرارات عبد الرب منصور هادي برحيل محمد صالح الأحمر، وهذا ما يريده علي صالح بأن يكون محمد صالح الأحمر إعاقة أمام هذه المبادرة الخليجية وأمام مجلس الأمن. لذلك على شباب الثورة أن يتمسكوا بحق ألا حوار حتى أن يكون قرارات عبد الرب منصور هادي ملزمة ومحفوظة على أي من كان.